استطع، ولكنه أرسل هذه الرسالة. يشرفني أن أفوز بهذه الجائزة، وأقول أنني أشكر كل زملائي ومشجعين والمدربية ومدير الفني وكل زملائي الذين عملوا معي لكي أفوز بهذه الجائزة. أنا أستحق هذه الجائزة لأنني أديت موسما جيدا. أفضل لاعب صاعد هو ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، أفضل لاعب صاعد لهذا الموسم.